عودة للعلاقات المصرية الفلسطينية، حيث أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة حاجة بلادها لدعم الدول الشقيقة على رأسها مصر بسبب ما يواجهه القطاع الصحي في فلسطين. نحن قدمنا في وفد من أجل زيارة جمهورية مصر الشقيقة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية ليس من الآن وإنما منذ الأزل، وبالتالي هذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كافة الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الصحة. نحن بحاجة إلى دعم الدول الشقيقة على رأسها الشقيقة مصر من أجل فعلا مواجهة القطاع الصحي لكمية الجرحى، عدد الكبير للجرحى والشهداء الذين يرتقوا يوميا في الوطن المحتل، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا الدعم.